صرح الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بأنه تم الاتفاق مع الجانب البولندي على نقل الخبرة البولندية إلى مصر في مجال إنتاج الألبان. وقام البنا والوفد المرافق له على هامش زيارته لبولندا بزيارة عدد من المعاهد البحثية البولندية، حيث اتفق مع الجانب البولندي على ضرورة التعاون مع مصر من حيث تبادل الخبرات والمعلومات والأبحاث والاشتراك في المشاريع الدولية وزيادة فرص التبادل الطلابي بين البلدين.